بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي اللهم وسلم على إمامنا وحبيبنا سيدنا محويب ونبينا سيدنا محمد، ألف صلاة وألف سلام عليه. أيتها المواطنات أيها المواطنون الأعزاء، كما تعلمون منذ ما يقرب شهرين أخذت إلى الخارج على جناح السرعة لما كان قد أصابني من وباء كورونا. اليوم الحمد لله بفضل الله عز وجل وعيانته ولطفه في القضاء والقدر، وبفضل كذلك أطبائنا في المستشفى العسكري والأطباء الألمان، الحمد لله طريق تعافي بدأت فيه. ربما يأخذ أسبوع أسبوعين وثلاثة أسابيع أخرى، ولكن إن شاء الله سأسترجع كل قواي البدنية. بعدي عن الوطن ليس معناه نسيان الوطن، فأنا أتابع يوميا إن لم أقل ساعة بساعة كل ما يجري في الوطن، وعند الضرورة أسدي تعليمات إلى الرئاسة. فبالنسبة للمسار الذي سطرناه مع بعض ترى حملة الانتخابية، واليوم رانا في النهار يوم بعد ما مرت سنة على انتخابي، وأشكركم مرة أخرى على هذا. إذن بالنسبة للانتخابات طلبت من الرئاسة أن يروا ويشوفوا مع اللجنة هذه مكلفة بتحرير قانون الانتخابات الجديد، وباش يكون واجد في أقرب وقت، أتمنى 10 أيام ولا 15 يوم، ولكن في أقرب وقت باش ننطلق في العملية التي تأتي بعد الدستور. بالنسبة لفيروس كورونا، الحمد لله اللي رجعت الأمور تدريجياً من 1300 حالة إلى ما يقارب 520 حالة، فالشكر لله، والشكر كذلك لكل من ساهم في انخفاض هذا العدد. بالنسبة للحياة الاقتصادية، أعتقد أن الأمور ماشية، والميزانية 2020 ربما ظهر باللي قاعدين في الطريق اللي سطرناه، يعني أن لا يمس أي مواطن ذو دخل ضعيف بضرائب جديدة. بالنسبة للأوضاع السياسية في المنطقة، في الجزائر قوية وأقوى من كل ما يظنه البعض. ما يجري حاليا كنا ننتظر فيه، ولكن الجزائر ما تزعزعش. ولا ناخذ مرة أخرى مقولة أو قول ولي الله الصالح سيد عبد الرحمن التعاليبي: إن الجزائر في أحوالها عجب، ولا يدوم فيها للناس مكروه، ما حل بها عسر أو داق متسع إلا ويسر من الله يتلوه. بالنسبة الدخول المدرسي والدخول الجامعي، الحمد لله أوصي فقط مرة أخرى، بالأخص بعد سقوط الثلوج والأمطار والبرد، أوصي سيد وزير الداخلية والولاد على تطبيق حرفي لما اتفقنا عليه بالنسبة لمناطق الظل، وبالأخص بالنسبة للوجبات السخونة والنقل المدرسي. في الختام أتمنى إن شاء الله أن أكون بينكم في أقرب وقت وأسرع وقت، وليس بذلك على الله بعزيز. شكرا على ساعة صدركم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. السلام عليكم.